الدير كمان علمنا حاجات كتير. كان عددنا صغير كنا نلف على وظائف الدير كلها، يعني ما عدا واحد بس ما كان لما يسيب الدير وظيفته يزعل. ابونا مين؟ ابونا يوسف لو ساب الباب يزعل. فكان طول الليل يقعد حاطط في جيبه توم يروح يجي يقرقش توم يقرقش توم وفصص توم.